مرحبا بكم. من المعروف أن القطط من الحيوانات الأليفة التي صديقة مقربة للإنسان، ولكن يوجد جانب غامض لم يتكلم عنه الكثيرون، وسنرى في هذا الفيديو كله عن هذا الكائن المثير للدهشة، بما في ذلك سنعرف الشائع أن للقطط 7 أرواح. ولكن أولا مشاهدين الكرام ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصل كل جديد. من المؤكد لازال هناك الكثيرون لا يحبون القطط، ولكن على النقيض تماما يوجد أيضا من يحب هذا الكائن المدلل حتى لو لم يقم بتربيتها بالمنزل، ومنهم من يرمي عمدا بقايا طعام الأسماك بجانب منازلهم لتأكله القطط. وبالرغم من أنها كائن مدلل يرغب كثيرا في اللعب ولفت الانتباه بحركاتها الخطيرة مثل ما يحدث في هذا المقطع من الفيديو. انظر، تتمسك لوقت طويل جدا بجدار إحدى المباني محاولة الوصول إلى الشقة في الأدوار العليا، ولكن من أعلى المبنى، وقد ظن الكثيرون أنها سوف تموت، ولكن لحسن الحظ لم تتعرض القطة إلى أي إصابات. حادثة مثيرة للدهشة مثل هذه تجعل الكثيرون يتساءلون، هل للقطط 7 أرواح؟ من المعروف أن للقطط مهارات استثنائية تمكنها من السقوط من أعلى الطوابق دون أن تصاب بأي أذى. وعلى الجانب الآخر، فسر العلماء هذه القدرات الاستثنائية، فعند لحظات السقوط تستغل القطط مرونة أجسادها مما يساعدها على الهبوط بسرعة منخفضة إذا ما قرصان من نفس الارتفاع، كما أنها تمتلك أقداما تقوم بامتصاص الصدمات تماما عند سقوطها. وبالرغم من وجود هذه التفسيرات العلمية، ولكن لا يزال هناك البعض يصدقون أن للقطط 7 أرواح. وقد ظهرت القطة مسبقا كإحدى آلهة الفراعنة تتمثل في الإله باستيت، ويمثل الإله باستيت الخصوبة والحب والحنان والحماية. وجه القطة يجعلك تستشعر بلطفها، كما أصبحت هذه مصدر إلهام مما جعل لها مكانة خاصة في المجتمع المصري القديم. كما تقول أساطير الفراعنة أن الإله باستيت قد أنجب 8 أرواح بالإضافة إليها، وبالتالي امتلكت 9 أرواح، ونتيجة لذلك مكنها من زيارة الحياة الأخرى وانتقال روحها إلى أجساد القطط. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.